باب أحكام النون الساكنة والتنوين. وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والراء ليجملا. وكل بينم أدغموا مع غنة وفي الواو والياء دونها خالف تلا. وعندهما لكل أظهر بكلمة مخافة إشباه المضاعف أثقلا. وعند حروف الحلق الكل أظهر ألا هاج حكم عن مخاليه غفلا. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى تكي إيكوان سا دا حكمة سا دا أمينتي وسا دا يدسا يا ساكي نونا منا وانا اللوغة تيمي البركة لمكي هدوا دا وطنا نهسكوكي ما سو البركة بعد انكو ما يبا سيدا مدارسة وانا لتافي مي البركة لتافين لكي دا علاقة تكيس أي دا أينفين لتافين الله وان دي سوك الزواغ الأمة تقرشي شيني القرآن. وان لتافي من سنة حرز الأماني ووجه التهاني نا شيخ مال منن الإمام الشاطبي رحمة الله عليه. منا ننده تكين بيانينا أبواب دبن دبن وان دا سكي دا علاقة دا وان مقدمة تاوان لتافي نشاطبية وان دا منا باب أحكام النون الساكنة والتنوين شيني باب نزام تاشيو إن شاء الله تعالى. وأنا النون الساكنة على سكة سننوغة كوة أنا دوان زيني من علم تجويدي زي سن وأنا أحكام النون الساكنة والتنوين وأنا نون دي وأنا المجزومات دي دي أكساني شكما تنويني شيني شما نون الساكنة التي تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا التي علامتها الفتحتان أو الكسرتان أو الضمتان شيني دي زائمة غناء. أنا إمام الشاطبي يأتي وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والراء ليجملا. نعم كلهم دي يأتي يعني هم كل القراء السبعة دكانسوا التنوين والنون أدغموا سين إدغام تنويني دكما نون بلا غنة با تارا دي مسغنة با أما ففي اللام والراء أتكل لام دراء. وتدك قراء سي اتفاقي أكاين إدغامي ننون الساكنة هو تنويني في اللام والراء بلا غنة كلهم اتفقوا على ذلك ليجملا أي دنزن تين يكو دنزن تين يسعروا سنسعر حكا حكا سكي كالانتاوا شيني سيد الله شيني يتي اتفق القراء السبعة على إدغام التنوين والنون الساكنة المتطرفة. واتو قراء السبعة باكي دنسوا اتفاقي أكين ين واتو إدغامي غنون الساكنة التنويني واتو إتنون إنن واتو المتطرفة ودكي زوا أينهن كارشان كلمة بلا غنة باتارد قلنا با في اللام والراء أتكل لام جراؤن. ما لا يبقى من مثال التوى عند قوله تعالى هدى للمتقين هنا هدى تنوينين زي ما تنوين حكم الإدغام بلا غنة لذكر اللام بعده واللام من واللام أحد حرفي الإدغام بلا غنة سمت تنويني كوبات وصل الله قدابي وسمع وكنت نسأ إدغامي بعد غنة با سوى سام اللام باين سكما اللام إدن إذا كان حرفا قدابي نإدغامي بعد غنة با. ولكن لا يعلمون شما سمت نون ساكنة حكمها الإدغام بلا غنة لذكر اللام بعدها واللام أحد حرفي الإدغام بلا غنة نون الأورارا وكنت انت إدغام بعد قلنا بدهم يا أنبت اللام بانتا كما اللام إنك سين حرفا إدغام بعد قلنا با. غفور الرحيم شما تنويني كما هو انت وكنت انت إدغام بلا قلنا لذكر الرأي بعده والراء أحد حرفي إدغام بلا قلنا. من رزق ربكم شما نون ساكنة حكمة إدغام بلا قلنا
لذكر الراء بعدها والراء أحد حرفي الإدغام بلا غنة. إن أبا تمام بنت وانا وانا سنة مثالي جمالي يبامو أكامن وانا بابي نفركو باب أحكام النون الساكنة والتنوين. سيتي وكل بينمو أدغموا مع غنة وفي الواو واليا دونها خلف تلا. وكل وانا تنويني تنوين العوض ني عن المحذوف واتي ايوا كلهم شيني يا سي مكان ابنن اتي وكلهم سي اكتي وكل اكاي واتي وانا تنوين سي زم مسايا اكا ابن اكا شافي اي هكا دي دكان قران مكي تمامي تو كلهم وكلهم سي تي وكل كوم هكا دي دكان سو بيان مو ادغام سو ين ادغام النون الساكنه كو كوما تنويني غ حرف ين مو ما اغون ناتين تاره ده غنا وفي الواو واليا دونها خلف تلا يتي اما اتكن واو ديا دونها دونها ميتيتي غنا اتتي اقرب مذكور دونها خلف تلا شيكن خلف القارئ ان الامام حمزه قراها بلا غنا ان فهمتكم شي اكن تاتبا تاره ده غنا با وجسون قراء idan muka cire khalaf sauran qurra'u suna idgam yanmu a cikin harufa guda hudu suna idgamin wato nun sakina ko tanwini a cikin harufan yanmu guda hudu tare da gunna amma shi kan khalaf ya fita baya shi idgam yake kamili shine ta ittafaqal qurra'u sab'a ala idgam nun sakinati wa tanwin fi hurufi yanmu قرأ السبع باكي دين سن اتفاق يا كان ادغام النون الساكنه لتنوين اتك حرف ينو مع الغنه تاد غنه نحو من يعمل وجوه يومئذ من نعمه يومئذ ناظره من مال الله خير مما اتاكم ولي ولا واق وان مثالين يبا يكون من يعمل مثال ياء كان نون ساكنه حكم الادغام بغنه لذكر الياء بعدها والياء من والياء من حروف الادغام بغنه نون دورلا بان حكم الادغام بغنه سوى سام ياء بات ياء كما تنا cikin حرف الادغام بغنه وجوه يومئذ تنوين حكمه الإدغام بغنة لذكر الياء بعده والياء من حروف الإدغام بغنة من نعمة شيما هكا نون ساكنة حكمها الإدغام بغنة لذكر النون بعدها والنون من حروف الإدغام بغنة يومئذ ناظرة وقس على ذلك كيكياس سرد أكا هكا سيتي إلا أن خلفا أن حمزة أدغم النون الساكنة والتنوين بلا غنة شيكا خلف دغ إمام حمزة يا إدغام النون دور الله da tanwini ba da gunna ba fil wawi wal ya askin wawun da ya'un fil wawi wal ya'i wa dalil qawlun nazim wa fil wawi wal ya dunha khalafun tala ay bila gunna sai skanta faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara aka khalaf fi karanta ba an fahimta ko waliy wala waq من ولي ولا نصير من ولي ولا نصير وما لهم من دون الله من ولي ولا نصير إن كان كاتولك قراءة تحمزة رواية خلف تسيتي وشرط إدغام النون الساكنة شيء إدغام نون أرانا شرطي أن تكون آخر الكلمة إتا نون أرانا انتظمك عشان كلمة وحرف من حروف الإدغام حرف الإدغام حرف الإدغام يكسن في بداية الكلمة التالية يذن شيني واتو كلمة بيمي كمان مثالي من يعمل كاغنون انتاظم متطرفة فاركو أنسام بداية الكلمة الثانية أنسام من أنسام يعون أم بنت وجوه يومئذ كاغا وجوه دمان يومئذ دمان من مال الله من دمان ميمون دمان yadan dai karshen kalma nunun take mutarifa ce ba tsakiya take ba kuma ba farko ba ta dan mutarifa ta dan karshe an fahimta ko shine yace fa inijtama'a in ko aka samu akasi wato suka hadu da nunun da harafin idgam bi gunna fi kalimatin wahida a cikin kalma daya to wajaba al-izhar wannan dole ne ai izhari wa yusamma izharan mutlaqa ana ce masa izhari mutlaqi
وذلك في أربع كلمات سنزو أسكان كلمومي قداهد أسكان القرآن باصر النبي دنيا بنيان قنوان صنوان أم فهمت تقول تويت وإلى هذا أشار الناظم بقوله أكم وأنه كنت نتوى إذا مكسى منون أورا لا تعالى حرف إدغام بقلنا سن كلمة لا يا أي إظهار مطلق إيه أكم وأن النيمة له إشارة يتوى عندهما للكل أظهر بكلمة وعندهما للكل أظهر بكلمة مخافة إشباه وخافة إشباه المضاعف أثقلا وعندهما أظهر بكلمة وعندهما للكل أظهر بكلمة مخافة إشباه المضاعف أثقلا أو عندهما وعندهما ما إن تقول إلى من لا 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 وعندهما لا عند النون الساكنة والتنوين عند النون الساكنة والتنوين للكل لكل القراء أظهر بكلمة كي إظهاري إذا سكتوا أسين كلمة لا سوى دم يتم خافة إشباه المضاعف أثقل قدون كده يأيك ما ده حرفي مضاعف حرف إن أدى شدة ما مكين إن كنت كي إذا كامي سيكم صوان كوبيان كوقوان أم فإن تكو كوديان كوديا ممكن سيدنا يكون مضاعف سيدنا إن كمي أصلين كلمة ما كرس إلى أصلين تيكي أم فإن تكو to gudun kada ya koma ya kama da mudha'af sai aka ce ya izhari athqala idan ya koma ya kama da mudha'af to yayi nauyi kenan shine yake bayani yace wa inda huma ai inda tanwin wa nunu sakina azhir bi kalmatin idan suka hadu a cikin kalma daya su wato harfa idgham bi gunna to kada kai izhari kada kai idgham kai izhari makhafata ishbah al mudha'af gudun tsoran ko jin tsoran kada ya kama da harfi mudha'af أثقل سيدنا سنة ويايا سيسأل عشان يتمنى أي أظهر أظهر النون أظهر النون الساكنة كي أظهر النون الدورة إذا اجتمعت مع الواو أو الياء إذا سكر تارد واو كويا في كلمة واحدة أسكن كلمة لا حتى لا تشتبه الكلمة المضاعفة سورك أي وعندهما دينغينا دوك النون الساكنة التنوين كما يدوك سوء الواو والياء كما يدوك سوء أسكن كوني نائي دوك أم بيندكم wato yace hatta la tushbiha kalimatul mudha'afa kada ka tayi kama da kalmatul mudha'afa allati yudghamu fiha alharfu wadda ake idghami harfi askanta fi mithli askan dan wafa tasiru kalima takuma kalma daya sinwan yakuma siwan qinwan yakuma qiwan law udghimat an-nun fil wada za'at idghamin nun askan waw fatusbihu kalimatul dunya takuma duya law udghimat an-nun fil ya dan idan aka idghamin nun askan ya walidhalika udhhirat an-nun سورة أني أكي إظهار النون عند الواي وجواء والياء ديا في كلمة واحدة أزين كلمة ديا أم بين سنوكو وانم بابين وانم بيتين نأكو هنا مغاني كو أكي إظهار المطلق وعندهما للكل أظهر بكلمة مخافة إشباه المضاعف أثقل شيء الشاهد أكان إظهار المطلق أم بين سنوكو سيتوى عند حروف الحلق للكل أظهر وعند حروف الحلق للكل أظهر ألا هاج حكم عن مخاليه وفلا أيوة عند حروف الحلق يتتن وجه حروف مقوشي ولا شدة للكل قدوك قراء أظهرا وتصين إظهاري وإن حروف أن مقوشي سيف وإيه سبارك كالمؤمن وتربي وإنم بيتي ألا الهمزة هاج هاء حكم حاء عم عن خاليه خاء غفلا غين وإن نسوني حروفا إظهاري ولا شدة to dukkan qura'u sun ittifaqi akan izhari idan nunu sakina ta zo wato bayan ta aka samu wannan harufan guda shida ko tanwini ya zamba ne an samu wannan harufa guda shida yace ittifaqa qura'u sab'a ala izhari nunu sakinati wat tanwin qura'u sab'a sun ittifaqi akan izhari nunu daurara tanwini wato inda mulaqatihi ma harra min hurufil halq sita wajan haduwasu da harafi daga sun harufan makoshi guda shida وهي الهمزة والهاء سنة الهمزة دها والعاء والحاء والعين دحاء دعين والخاء والغين دخاء دغين التي ذكرها الناظم ود شيء إمام الشاطبي أم بتشير في أوائل كلماتي أبركم كلمة من دعته على هاج حكم عن مخاليه غفلا على الهمزة هاج هاء حكم حاء عم العين خاء خاليه الخاء غفلا الغين
sai ma ne buga mana misalin su a cikin wannan wato tsari na shaciyan auna kun ga mun samu nunin sakina bayan ta mun samu mi alhamda fi kalimatin wahida man amana mun samu nunin mutatarrifa wa kun ga shine abu mace na idgami bai yiwa a same shi tsakiya a yin zan tsakiya zama izhari kenan amma shi ga izhari ana samun tsakiya ana samun karshe ko ana samun tanwini shi da ma dole ya zama akhirul kalima yace man amana ga misalin nunu sake da nafi wasal kalma ga tana kuma ƙarshen kalma man amana kullun amana yanhauna min had jurfin har wanhar min hakimin hamida min hakim hamida ga sunan sun hadu waje daya an'amta alaihim man amila alimun hakimun alim almunkhaniqa min khair ذَرَّةٍ خَيْرًا فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ مِنْ غِلٍّ وَفُورًا رَحِيمًا وَنَا شَيْكِ كِرَا إِظْهَارُ الْحَلْقِ يسمى إِظْهَارًا حَلْقِيًّا كنا وَنَّا مْبَيْتِ شِيْمَانَ هُلُوهُ كنا مقالا نيأكا إظهار الحلقي إظهار الحلق شينه وعند حروف الحلق للكل أظهر على هذا حكم عما خاله غفلا كاك أدري مغانا إظهاري أنت ميكا ما دليلك من إظهاري النون الساكنة عند حروف الحلق أو من إظهار التنوين عند حروف الأكزكة وعندهما للكل أظهر على هذا حكم عما خاله غفلا أنفا ينتكو تسيم جي غا بيت نبير يتي وقلبهما ميما لدى الباء واخفيا وقلبهما ميما لدى الباء واخفيا على غنة عند البواقي ليكملا وقلبهما ميما لدى الباء واخفيا على غنة عند البواقي ليكملا يتي وقلبهما من ما دنا النون ساكنة والتنوين قلبهما ميما يزعوا جو يدسو kamar da littafin yana haka sai mai haka kaga na ya kalbi ne ko kalbin abu ka juyar da shi miman wato ita nunin sakina ko ta nuni ka juya su koma miman ladal ba amma wajen harfin ba'u kaga wannan shi addalili akan mi akan iqlabi ni rabin baiti ne sai ce wa ukhfiya madha wa ukhfiya wa ukhfiya madha النون الساكنة والتنوين على غنة أي مصر إخفائي أما أتار ده غنة عند البواقي ليكم دان ده يشونو بيهود وانا مسيكا جتوغا أغا صارفا أنا وجنو قد أقوم الشابير سمية كانو هي أيدا سو تسيب يتي وأخفيا عند البواقي على غنة عند البواقي ليكم لا يتي سي أي إخفائي ستار ده غنة وجن سورا حرفا بعدان كوما بعد ليكم لا ده اللي ساهم كي يكمل يكمل إما تياهوت أما قد أشد ya hudu biyu yace na idgham ne bila gunna ya hudu kuma guda hudu yace na idgham ne bi gunna yazo kuma ya fadi ainihin guda shida yace na izhari ne kaga an samu nan an samu sha biyu yazo cire guda yace mana iqlabi ne an samu sha uku to ina sauran sha biyar mi za a yi da su sai ce to ukhfiya ala gunnatin inda albawaqi liyakmula an fahimta ko wato sauran harufa guda goma sha biyar to za a yi ikhfa'i tare da gunna domin zance yi da kammala yace ittafaqa alqurra wa sab'a ala qalbi nun as-sakinati wa tanwin miman inda al-ba'i ma mura'at al-gunnati wal-ikhfa al-amthila an bi'uni min bayni aydihim alimun bi dhati as-sudur simalati man wal asahhu fi nutq al-iqlab abunda fi inganci akwai sabani wajen iqlabi wajen ruhi baki ko wajen barin ikafa yace amma shi zancen da malamin ya zaba shi sai lashin yace abunda yafi inganci fi nutqil iqlabi wajen hurcin iqlabi an tatrukan firajan qalila ka bar kafa ka dan bayyana shafatai tsakanin labba kamar kana so ka hura wuta kaga ka zaka ba kulli bakin ka zaka zaka dai ba kafa iska san zai fito kamar mashayita ba Allah ya tsare mu in ya huro za ga dan huro iska hako ya ka to haka ake so iqlabin kai zama من بين أيديهم ترميهم بحجارة كتهم أقول وأنا سكت في أكوان أماري وأنا في شيء في إنجنسي أما أنت تقول عليم بذات الصدور يسأل مكان أنت مؤمن سو أبو الباسط سو محمد صديق المنشاوي سو محمود خليل الحصري يمكن أكلهم زهق وسون سناريه وسون سنابوديا أماري بودي أكنا أبا إفرجا إك إكبا كلام
to shine yafi inganci ina ba ta mun fahimta yace haka nan ma waka dalika fil ikhfa ash-shafawi shi ma ikhfa ash-shafawi shi ma haka ne fil mim as-sakina ma al-ba wa jamim as-sakina ta da ba ila wa fa in wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanaziratun bima yarji'u al-mursalun ana suka ka fa kada an fahimci wannan ko yace wa qawlihi wa ukhfiya ala ghunnatin wa ukhfiya ala ghunnatin ay ukhfiya an-nun as-sakinah wa at-tanwin على غنة عند البواقل أي اتفق القراء والسمع على إخفاء النون الساكنة والتنوين مع مراعاة الغنة عند ملاقاتهما حرفا من الحروف الباقية وجملتها 15 حرفا وهي مجموعة في أوائل كلمات البيت التالي صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقم ضع ظالما صف نصاد ذا الذال ثاء الثاء ثنا الثاء كم الكاف جاد الجيم قد القاف سما السين دم الدال طيبا الطاء زد زاي في الفاء تقاء التاء ضع ظالم الضاد ظالم الضاء أم فهمت أكو زما قارف أنا قد أقول مشابه يتصف ذا ثنا كسب أنت ما أبوتي أبو كم جاد شخص يتكسر دوا ميواتو كوتا wanda ya zaina yawan kyauta kadi sama zai daukaka dum tayyiban kai kadam wa makadam mai zuciya ta kwarai zai dafi tuqo ka kara shi tsoron Allah dha zalima kuma kai tabbata na zalimi sune aka hada baitota baiti guda ne amma hada kuma mai ma'ana kuma hada harfan al ikhfa to sai mali ya buga mun yace al amthala ga misalan sunan as-sad ya kawo yace yansurukum askin kalma daya kenan an saddukum askin kalma biyu birihin sarsar askin kalma wato tanwini dama shi kalma biyu ne sai zal munzir inma an qul inma ana munzir min dhakar من عمل صالحا من ذكر أو أنثى يوم يخرجون من الأجداف سراعا ذلك حشر علينا يسير ذلك ينكثون من كان عادا كفروا جيم أنجيناكم أنجاءكم شيئا جنات شيئا جنات ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي أم فهمتكم شيئا يا جماعة تنطقون أفندكم من طيبات قوما طاغين أنزلناه فإن زللتم يومئذ زرقا أنفقوا إن فاتكم عمي فهم سيأيك يا سنسورة أبنى أكي سوريك إخفاء الحقيقي شيء أكي كلا إخفاء الحقيقي وانا إن أكسى من الساكنة bayan ta aka samu harafi ne murakkab ita annun tatba'u ma ba'daha bainama al-alif yatba'u ma qabla shi alif yana bin abin da yazo gabanin sa ne idan abin da yazo gabanin alif mai kabri ne alif zai kabri idan abin da yazo gabanin alif siriri ne alif zai zama siriri kaga wala bo baka ce wala dwa bayuwa qala baka ce qala sai dai ka ce qala an fahimta ko domin al-alif yatba'u ma qabla amma ita kuma nun tatba'u ma ba'daha so aka nan wurin kun ga yansurukum bai aka ce yansurukum saboda mai su'adun kabri ga ita kabrin su'adun ya shahi nuna an fahimta ko munzir ba ka ce munzir sai dai munzir idan gunna din idan ka zo za ka yi ikhfa'i alhaqiqi mai kallon ka da mai sauraron ka zai gano harafin da zai biyo ba mai kabri bane tun daga gunna ka za ta masirira
باي وقت من ذا الذي يقرض الله باي وقت سيدي من كاكد انت من مسواري ذي تتودون حرف نزبي باي مرقق نيك إن الإنسان بقت إنسان سيدي إنسان بقت إن تزاعت مرقق زي بيوبايا سنة حرف ندا دو حرف ندا أنا أغنى مبتاتي أفيلي أنا كيو كيريدي وإنشي يعني من ذاكتي ذاكتي ما مكلم كده تكوثا ونتكوثا نزاكودي من ذا الذي أنفق دكاك ذاتي فاونتي أنفق أكا أكيسو علامة نطلق إخفاء الحقيقي كنان ديلي أم بين تقول تو إنا نسوني مثالي أكا وانا وانا يكما تمكي هاي كما دوانا نظام أكا وانا بابي إن شاء الله تعالى نارو الله سبحانه وتعالى أبنى مكفة آدي الله أبنى موافقة abinda kuma kai akan kuskure Allah subhanahu wataala ya kankare cikin zukata daga wuri na ne kuma daga wurin shedan wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.